في تعقيب على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أكد رئيس الجمهورية محمد مرسي أن مصر لا تقبل بأي حال هذه الاعتداءات، وأشار إلى أنها ستؤثر على استقرار المنطقة بأسرها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحقيقة كلنا في مصر حريصين جدا على أن نتابع الموقف بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة. هذا العدوان اللي أدى إلى قتل العديد من أبناء غزة، والذي تكرر بشكل غير مقبول. نحن يعني كلنا في مصر، كل الشعب المصري نتقدم بالتعازي لأهل الشهداء في غزة، ونتواصل مع أهل المصابين ومع أهل غزة، القطاع كله، مع الفلسطينيين، ونقف معهم حتى نمنع هذا العدوان عليهم، ولا نقبل أبدا بأي حال من الأحوال استمرار هذا التهديد والعدوان المستمر على قطاع غزة والشعب المصري والقيادة المصرية والحكومة المصرية ومصر كلها. تقف بكل إمكانياتها لمنع هذا العدوان ومنع تكرار قتل وإراقة دماء الفلسطينيين. والإسرائيليين عليهم أن يدركوا أن هذا العدوان لا نقبله، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الاستقرار والأمن في المنطقة. احنا بالأمس موقفنا كان واضح، وعبرنا عن هذا الموقف بسحب السفير المصري من إسرائيل واستدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه رسالة عبر الخارجية بموقفنا من العدوان على غزة. يعني كان السفير الإسرائيلي مغادرا من القاهرة، فأبلغت له الرسالة، وتم التواصل مع العالم. اتصلت بأمين عام الجامعة العربية، طلبت منه عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية وفي أسرع وقت، لبحث سبل منع العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه. أيضا مصر تواصلت مع كل الأطراف المعنية، واتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأبلغت موقفنا، وطلبت منه أن تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية تجاه منع هذا العدوان ووقف هذا العدوان وضمان عدم تكراره. وهو يعني أبدى تفهمه للموقف، وقال أنه سينقل هذه الرسالة إلى الجانب الإسرائيلي. مصر طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث هذا الأمر ووقف هذا العدوان وضمان عدم تكراره. اتصلت فجر اليوم قبل الفجر بقليل بالرئيس الأمريكي أوباما، وجرى بيننا حديث حول لا بد وأن يقف هذا العدوان وألا يتكرر، والسلام والأمن في المنطقة يتحقق للجميع بعدم العدوان، عدم ارتكاب مثل هذه الأفعال بالقتل وإراقة الدماء. الحديث الذي جرى بيننا بحثنا فيه كيفية التهدئة ووقف هذه الأعمال وهذه الأفعال وهذا العدوان وإراقة الدماء، وكيف يتحقق السلام والأمن وتستقر المنطقة دون يعني مشاكل مستقبلية. ويعني أوضحت دور مصر في مصر، حرصنا على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العالم، ولكن في ذات الوقت رفضنا التام لهذا العدوان وعدم يعني قبولنا بمثل هذه الأفعال بإراقة الدماء وحصار الفلسطينيين ومعاناتهم. وهو يعني أبلغني أنه تحدث مع الجانب الإسرائيلي، وأنه سيتحدث معه مرة أخرى
وأن احنا اتفقنا على أن نتواصل هذه الأيام بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لمنع التصعيد أو استمرار العدوان بهذا الشكل على الفلسطينيين. وبصورة عامة يعني هناك حركة كبيرة في التواصل مع العالم كله لكي نمنع ونوقف هذا العدوان على أهل غزة. تم اتصال أيضا مع كاترين أشيتون رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي موجودة الآن في مصر ضمن المجموعة المهمة الأوروبية للتعاون ودعم مصر في هذه المرحلة اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك واستثماريا. وهي أيضا يعني قالت أنها يعني سوف تنظر ما الذي يمكن أن تفعله في الاتحاد الأوروبي لمنع الاضطرابات في المنطقة ولتحقيق السلام بمفهومه الحقيقي.